السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ما غاديش نكثر عليكم فيه الهضره، غادي يكون خفيف ظريف دغيا. غادي ندوي فيه على واحد الموضوع اللي هو كيفاش نقطع الكلبي الودينات ديالو. فكرت ندوي لكم على هذا الموضوع هذا بالضبط، حيت لقيتو في واحد الكومونتير هنا كتب لي واحد الدري خويا عفاك كيفاش نقطع الكليباتي الودينات ديالو. حتى نتوما الا عندكم شي تساؤل، شي حاجه مخربقه لكم في دماغكم بغيتو تسولوا عليها، ما عليك الا تنزل الكومونتير كتب لي فيه اي سؤال داير لك في دماغك وما فيها باس. هاد في لي كومونتير ديال هاد الفيديو اللي سولني على اي حاجه مرونك في دماغك، وغادي ننظم حلقات على هادشي وغادي ندوي عليهم. المهم الا كنت اول مره كتفرج فيا ما تنساش دير واحد ابوني باش تكون مشارك معنا وتنضم للعائله ديالتنا ان شاء الله. بغينا نوصل 10000 ابوني في اقرب وقت. ما تنساش الا عجبك الفيديو دير واحد لايك، ما عجبكش الفيديو دير ديسلايك، وما تنساش لي كومونتير فرقعوهم ليا، وما تنساوش تدخل انستغرام تابعوني فين تقدر تكتبوا هاد السميه اللي بانت لكم هنا ميد شاكوف. غادي نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون، دخلوا تابعوني عليه سولوني فيه عطا الله حوايج فين غادي ندويو، واي حاجه مديرونجات في دماغك ما عليك تسولني عليها وانا معك. المهم الدراري، علاش في نظركم كيقطعوا الكلاب ودنيهم؟ الا رجعنا للتاريخ شحال هذا علاش كانوا كيقطعوا الكلاب ودنيهم، فغادي نشوفوا ماشي اي كلب كيتقطعوا ليه ودنيه، وانما بعض السلالات بحال مثلا البيتبول هادو اللي كاينين هنا، لي ستاف، الدوغ ارجنتان، الدوبرمان، الروتويلر كتقطع ليه القزيبه ديالو، وسلالات اخرين اللي انا ما عارفهمش حتى هما كيتقطعوا لهم الودنين ديالهم. علاش كيقطعوا لهم الودنين؟ الا جينا نشوفوا هاد السلالات هادو اغلبيه اللي كيتقطعوا لهم الودنين والقزيبه كانوا كيستعملوا في الصياده، وبناء على انهم كانوا كيستعملوا في الصياده فهذوك الودنين كيستعملوا بحال نقطه الضعف ديالهم، مثلا بحال حتى في لي كومبا، بحال مثلا كيكونوا جوج كلاب كيتكومباو ينفوا واحد تاع الكلب الاخر في ودنيه، فراه الا قلنا تقريبا حكموا نقطه الضعف ديالتو هذيك. داكشي علاش كيلتاجئوا الناس كيقطعوا لهم الودنين. ولا كتشوفوا راه واحد الا شفتوا التصاور ديال الكلاب القديم كتلقى الودنين ديالهم مقطوعين، كتشوف هاد الكلب هذا السلسله كتكون فيهم سلسله السلطه في العنق كتكون مشوكه. علاش بالضبط كتكون مشوكه؟ كتكون مشوكه بحال مثلا كيكون كلاب ديال العسه، واحد عنده فيرما كيدير كلاب ديالو عس ليه تما كاين على حساب الدياب والحلوف وهذا. نفتاري جا شي ديب لجو مجموعه ديال الدياب بيهجموا على الكلب، كلا تعرفوا الغريزه ديال الحيوانات ملي كيبغي يقتل شي حيوان اخر كيشدوه في العنق ديالو. داكشي علاش داروا ليهم هاد السلطه هادي مشوكه، باش الا جا مثلا شي ديب غلب الكلب ديالك وبغى يشدو من العنق ديالو كيكون العنق ديال الكلب محمي بدوك اشواك، وما كيقدرش يبقى شاد ديك الديب في عنقو، ما تيقدرش يبقى كاع حاكمو في العطا دغيا كيطلقو، والكلب ديال الكاس غالب الديب وتعدى على الديب وهذا. المهم وصلت لكم الفكره. هادشي علاش كيتقطعوا الكلاب بعدا الودنين ديالهم، حيت كانوا كيحميوهم باش انهم ما يكونوش بحال نقطه ضعف ضد الحيوانات الاخرين في الكومبات وهذا. وهذا القطع ديال الودنين يعطي واحد الديكور واحد المنظر زوين في الكلاب اللي كيخليهم كيبانوا بحال مثلا البيشبول تيبانوا شويه مهيبين تيبانوا ديكورين، ومثلا الدوغ ارجنتان كيكونوا ودنيه كبار. غادي نحط لكم تصويره ديال الدوغ ارجنتان مقطوعين ليه ودنيه والاخر ما مقطوعينش ليه باش تشوفوا الفرق، فاش يكونوا كبار تيبان شي شويه الديكور ديالو ناقص شويه، وملي كيتقطعوا الودنين كيبانوا ديكور زوينين. انا شخصيا كيعجبوني الكلاب اللي تيكونوا مقطوع ليهم ودنيهم، ولكن ما نقدرش يكون عندي كلب ونمشي ندير نقطع ليه ودني. نقدر نشري مقطوع ليه ودني ولكن باش انا نمشي ندير هذه العمليه هذه ولا ندير الطبيب باش يقطع ليه ودني لا. وكاينين الناس اللي كيعجبهم، كاين الناس اللي ما كيعجبهمش يكونوا ودنيهم مقطعين وما تيقبلوش كاع نهائيا، وكنشوفها بزاف في الجروبات اللي كتحط لهم شي كلب ودنيه مقطوعين تيبداو عليك بالسبان سبان سبان سبان. المهم اخويا باش نجيك من الاخر، الا كنتي باغي تقطع الكليبات الودنين ديالهم فانت حر، هذوك الكليبات ديالك النصيحه اللي غادي نعطيك ما تقطعهمش ليه راسك، لاقاش الناس قدامكم تيقطعوهم وكيديروا شي رماد وشي عجب داكشي ما خدامش. بغيتي تقطعهم ويكونوا ديكورين بحال هذا الشكل كذا تشوف في التصويرات، ويكونوا فينين وكنت كتمنى انت تشوفهم بحال الكلاب ديال الميريكان وهذا، التقطيعات تكون واعره. ما عليك الا تمشي عند الطبيب هو خدمته هذيك، الكلب راه تيخصو يتبنج ماشي دير اي واحد يقول لك انا كنقطع زيزواره ديال درهم ولا الكول ولا العافيه وكذا، داكشي راه ما خدامش. غادي تشد الكلب ديالك غادي تديه عند الطبيب هو كيبنج كلي، وكيكون عند واحد المقص تيوركي على الودن باش كيتراسي البلاصه اللي بغا يقطع تيقطع، داكشي كيكون عنده معقم وزوين وكيكون الكلب ديالك محمي 100%. وطول المده فاش كتقطع الكلب ديالك ودني وكتكون في ديك الفصمه حتى كيحيي داك، كيبقى الطبيب متبع معاك كتديه ليه كيشوفو كيعقم ليه البلاصه ويبدل ليه الفصمه وكلشي، احسن الى قطعتها بطريقه عشوائيه. فهذه هي النصيحه اللي عندي ليك اخويا، دي الكلاب ديالك الطبيب يقطعهم ليك، راه الثمن ما كيكونش غالي بزاف، راه تقريبا 6000 8000 ريال مثلا، 300 درهم حتى 400 درهم باش كيقطعوا الودنين. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، كنتمنى انه يكون فدتكم ولو بشويه. ما تنساوش تعجبكم الفيديو واحد لايك، كنتي باقي مشترك معنا في القناه شارك معنا في القناه، وما تنساوش في لي كومونتير تكتبوا اي تساؤل عندكم، شي حاجه بغيتو ندوي عليها، مواضيع اللي بغيتو نزيد نتطرق لكم عليها، انفو غادي نسالي شي فيديوهات موجودهم غادي نحط لكم الفيديو ديالكم.